بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الأخوات والأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يشرفني اليوم أن أكون اليوم أمام سموكم في هذا الحدث العزيز على أنفسنا جميعاً. فصاحب السمو الملكي كما تعلم بأن هذه المحطة ليست كما أي محطة سابقة في المملكة العربية السعودية أو في الطاقة المتجددة، ولكن هذه المحطة حظيت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بحضور ورعايته لتوقيع اتفاقية هذه المحطة، وهي باكورة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وأيضاً هذا البرنامج حظى بعناية ورؤية ثاقبة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظ الله ورعاه، بأنه كان ولا زال في الوقت الحاضر والمستقبل هو صاحب الرؤية في الطاقة المتجددة ووضع المملكة ليس فقط في خارطة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وريادتها، ولكن وضع المملكة بأن تكون قائدة ورائدة في الطاقة المتجددة في العالم ككل. وهذا لم يأتي من فراغ، فهذا ترجمة لرؤية سموه في أن تكون المملكة في 2030 هي من يقود العالم في الطاقة الخضراء، الطاقة النظيفة. وهذا حلم كان كثيراً من الناس يعتقد أنه صعب المنال، ولكن نحن نرى سمو الأمير أنه اليوم إحنا شفنا أنه شركة سعودية ابتدت بأفكار بسيطة من 2004 بطموح كبير وإمكانيات قليلة، ولكن اللهم لك الحمد والمنة، وهذا من فضل رب العالمين ثم مملكتنا الغالية بأن مكنت هذه الشركة اليوم أن تعمل في 13 دولة في العالم، وهذا مفخرة للمملكة العربية السعودية وليس مفخرة لشركاء أو مجلس إدارة أو العاملين في الشركة، فهم فقط عملوا على أن يكون هذا الحلم حقيقة بإذن الله. وإحنا نرى سموكم بأن الحمد لله نجد شركات عالمية اليوم سبقتنا بخمسين سنة وبمئة سنة، ولكن اللهم لك الحمد والفضل من الله ثم دولتنا الرشيدة وحكومتنا بقيادة حكومتنا اليوم نرى أنه إحنا اليوم الحمد لله صرنا ننافس هذه الشركات. هم شركات زميلة، شركات نتعلم منها، ولكن اللهم لك الحمد صرنا اليوم الحمد لله في مصاف هذه الشركات، وإن شاء الله بإذن الله كلها تكون على أيدي بناتنا وأبنائنا اللي الحمد لله نفخر فيهم الحمد لله. اليوم أنت ترى سمو الأمير أنه الحمد لله 100% من العاملين في هذه الشركة هم شبابنا، و90% من منطقة الجوف، وهذا زي ما أنت عارف طال عمرك ليس من ضمن التعاقد اللي موجود، ولكن هو ضمن الرؤية، الرؤية اللي يقودها قائد الرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. وما ذكره دائما وما يذكره لنا في كل مكان وكل مناسبة أنه إحنا عندنا جيل وعندنا شباب
هذولي ما لهم حد في الطموح. فإحنا نشوف اليوم الحمد لله في أعلى تقنية، في مشاريع الحمد لله نفذت في أقل من الوقت المتعاقد عليه، في الصحة والسلامة اليوم الحمد لله ما عندنا ولا إصابة عمل في تنفيذ المشروع أو في تشغيل المشروع، وهذا يدل على الحمد لله الإمكانيات والقدرات من شبابنا اليوم اللي حققوها. أيضاً كما يعرف سموكم أنه الحمد لله هذه المحطة، طبعاً وأنت ما تحب أني أتكلم فيها ولكن اسمح لي أستأذنك أني أتكلم فيها، كنت سموك أنت اللي راعي في كل حلول التحديات اللي واجهتها من بدايتها إلى اليوم، وكان فعلاً مؤازرتك ودعمك المستمر هو اللي حفزنا جميعاً أن إحنا طال عمرك نلبي ونعمل كل طموح أنت تشوفه أن نحققه في هذا المشروع وهذا إن شاء الله للوطن. ولكن أنا أقول لك سمو الأمير أنه إحنا مهما عملنا في هذا الوطن ومهما عمل كل زملائي لا يجي ولا ذرة من الواجب اللي علينا نقوم فيه لهالوطن، وإحنا كلنا لهالوطن بإذن الله دائماً. سمو الأمير فيصل، يعني ما أبغى أقولها يعني لك، ولكن أنت من أول ما تشرفت بلقائك كنت ممكن، كنت داعم، كنت مؤازر في جميع الجهات ذات العلاقة اللي اليوم إحنا شفنا لم نرى أي معوق هنا إحنا فكرنا أنه اليوم يؤثر على عملنا في هذه المحطة. هذه كلها تجانس وتكامل مع جميع الجهات الحكومية، لم أذكر كلهم، كلهم يستاهلون. وشريكنا طبعا الرئيسي شركة السعودية للكهرباء اللي فعلا كانوا يعملون معنا يدا بيد لتحقيق هذا العمل. طبعا أنا أبغى أذكر أيضا شيء لنا كلنا مهم، وهو إحنا الحمد لله اللهم لك الحمد والمنة أيضا برؤية ثاقبة من سمو سيدي ولي العهد الحمد لله صندوق الاستثمارات العامة اليوم هو الشريك الرئيسي في شركة أكوا باور، وإحنا نعرف اليوم أن الصندوق الاستثمارات العامة هو أكبر ممكن في اقتصادنا وأكبر محرك في اقتصادنا، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل، وإن شاء الله بإذن الله نحقق طموح سمو سيدي ولي العهد وحكومتنا جميعاً أنه إحنا نفخر بإذن الله بهالشركة أنها تكون قائدة بإذن الله للطاقة النظيفة، سواء في الطاقة المتجددة ولا الطاقة الغازية ولا تحلية المياه أو في إن شاء الله الهيدروجين الأخضر اللي أيضاً سموكم الآن يعني رعى استراتيجية وعمل جهد ما حد يعرف عنه كثير، ولكن الحمد لله اليوم جميع الدول الجي 20 تبنت أيضاً مبادرتكم في السيركلر إيكونومي اللي اليوم الحمد لله طبقتوها في المملكة العربية السعودية في 2021. فهنيئاً بوجودك سمو الأمير. أنت تعرف أن أنت ما تحب أحد يتكلم ولا يمدح ولا يقول، ولكن هذا شيء في خاطري وهذا قليل من اللي أنت في حقك المفروض دائماً نقوله ونذكره من حسناتك الكثيرة. ولكن أختم بشكر وخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله وخلاه لنا إن شاء الله دخر في هالمملكة العربية السعودية، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره ويخليه ولي عهده الأمين. والحمد لله إحنا نرى في العالم كله جائحة تأذى الناس منها اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، ولكن بعد الله حمونا الله يحميهم ويجزاهم عنا خير، وجدنا اقتصادنا في أقوى مراحله، وإحنا اقتصادنا بعد الجائحة بيكون أقوى من قبل الجائحة، وبنشوف إن شاء الله مشاريع عملاقة زي هذه وأكثر بإذن الله حنسمعها من سموكم، والقادم بإذن الله أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.